مشاهدين الأعزاء، قد يصاب بعض الأشخاص البدينين بالإحباط الشديد نتيجة عدم نزول أوزانهم رغم إتباعهم حمية غذائية قاسية وبرنامج غذائي لفترة طويلة، وربما قد تزداد أوزانهم أو تبقى على حالها بدون لا يوصلون حق الوزن المثالي اللي يتمنونه. وراح نتكلم أكثر عن هالموضوع. يسعدنا نرحب بالأستاذة العزيزة سمية الإبراهيم، اختصاصية تغذية علاجية. صباح الورد سمية. صباح النور. أهلا وسهلا. يا هلا فيك. مثل ما قلتي ورود، في ناس وايد يتبعون حمية غذائية وتلاقين ما قاعد يخربطون بالدايت وقاعد يلتزمون في موضوع الرياضة، ومع هذا وزنهم ما قاعد ينزل. فاليوم راح أذكر الأسباب الطبية والأسباب التغذوية اللي قد يكونون غافلين عنها تؤدي إلى زيادة الوزن من غير ما يكون ما يكونون عارفين. مرات عفواً قبل لا ندخل في الموضوع، مرات قد يختص الأمر في الجين أو الوراثة. صحيح، فهذا هو أول سبب، أنه في عامل وراثي للسمنة. تشوفين بعد أنت في بعض العوائل تلاقين الأم والأب وكل أفراد الأسرة مصابين بالسمنة. صحيح ممكن يكون طبيعة الأكل اللي قاعد تنوكل بالبيت هي سبب زيادة الوزن، لكن أيضا في عوامل جينية تدش بالموضوع. أنه يكون عملية الحرق جدا بطيئة، عملية تخزين الدهون تكون أكثر مقارنة بالناس الثانيين، فتلاقين أسرة كاملة أو عائلة كاملة تعاني من موضوع السمنة، وتلاقينهم أغلبا يعني غالب الأحيان يعني يلتجئون الى عمليات اللي هو تحويل مسار والتكميم وعمليات السمنه بشكل عام. فالسبب الاول هو عامل وراثي. السبب الثاني اللي هي اسباب طبيه، ممكن يكون في خمول بالغده الدرقيه، ممكن يكون في اضطرابات بالغده وتتعالج هذه طبعا، وهذه ممكن تتعالج. فالاسباب الطبيه، عشان كذي انا ورود لما تجيني حاله بالعياده وتقولي انا فعلا ملتزمه بالنظام وقاعد اشوف نزول وزنها جدا بطيء او مو بالدرجه المطلوبه، على طول احولها عند طبيب. قد تكون هناك لخبطه في بعض الهرمونات، او قد يكون الحين جدا شائع اللي هو نقص في فيتامين دي. بعض الحالات وزنهم ايضا ما ينزل، فعلى طول اقول لهم يخاف تروحون تشيكون فيتامين دي، لان اذا كان وايد نازل عمليه الحرق عندهم ايضا تتاثر، وبالتالي ما ينزل وزنهم بالشكل المطلوب. استاذه سميه، دائما يعني قبل الواحد يسوي نظام غذائي او رياضه معينه او يلجا حق نظام معين، لازم يسوي فحص دم شامل يبين فيه فيتامين دي والبي والانيميا وصح وغيرها من الامور. فاحنا يعني نطلب تحاليل دم شامله عشان نتاكد اول شيء انه ما في الاسباب الطبيه اللي انا ذكرت عنها. فغالبا اللي هو اطلب اللي هو تحليل للغده الدرقيه، ممكن يكون ايضا شائع عندنا هم بالكويت هي خمول الغده الدرقيه، وبالتالي ما يكون الحرق زين. ومره واحده هم عشان نسوي اللي هو التشيك اب او التشيك العام للحاله اللي انا قاعد اشوفها. فممكن في حاله يكون سكرها شويه مرتفع مصاحبه للسمنه وهو ما يدري، فانا مره واحدة لأني ببدي نظام غذائي فأطلب سكر، أطلب تحاليل اللي هو مثل ما ذكرت الغدة الدرقية، أطلب فيتامين دال، وأيضا أطلب الكوليسترول والسي بي سي أو اللي هو الهيموغلوبين ونسبة الحديد خاصة عند النساء، عشان إحنا بنسوي دايت بنسوي، فأعرف الحالة بشكل عام. هل الكوليسترول مرتفع أحط بالي من أمور معينة، هل في أنيميا نركز أكثر على مصادر الحديد، وهكذا من اللي هو نتيجة ليش أنا بسوي تحليل دم. أيضا من الأسباب اللي الواحد ممكن ما ينزل وزنه اللي هو وجود الاكتئاب، وأنت عارفة بعد إذا كان الواحد مكتئب ممكن أنه يزيد في الأكل أو يصير في فرط في الأكل. وحتى إذا ما صار حتى مو شرط يزيد في الأكل، النوم إذا قل شايف اللي ما ينام نوم صحيح من 6 إلى 8 ساعات في اليوم ويكون وقت الليل وجعلنا الليلة سباتة، هذا ما راح يقدر ينزل وزنه. بالضبط صح. فشافوا أيضا دراسة أن قلة النوم تعرض الشخص لخطر الإصابة بالسمنة توصل لنسبة 55% عند المراهقين والبالغين. فأيضا لما يكون النوم مضطرب أو الناس ما نام عدل ممكن ايضا تاثر في نزولها للوزن. اخر او بعد بتكلم عن شغلتين لاسباب طبيه، اللي هو تغير الهرمونات وخاصه عند النساء، فالحمل ما بعد الأربعين، فتره اللي هي الدوره الشهريه، ايام الشهر، هذه كلها ممكن يكون في اضطرابات تؤثر على اللي هو نوعيه الاكل اللي هي تاثر على الغدد والكميه. اذا كان في اضطراب هرموني صحيح ممكن ياثر على موضوع الغدد وبالتالي صعوبه نزول الوزن. ايضا بعد بعض الادويه مثل ادويه الكورتيزون، أدوية منع الحمل، ممكن بعض أدوية الاكتئاب أيضا ممكن هم تسبب في عرقلة نزول الوزن. فإذا الواحد كان يتبع نظام غذائي وما ينزل وزنه لازم يتأكد من كل هذه الأمور. إذا كانت الشغلة داخلة في العامل الوراثي ففي أدوية ممكن تعزز من موضوع الحرق، لازم يروحون عند طبيب فهي أدوية، في ممكن إبر، في إبرة معينة تنوخذ مرة باليوم، في ممكن دواء ينوخذ مع الأكل عشان ما يمتص الدهون بشكل أكثر. هي عموما الأدوية المصرح فيها في عالم اللي هو نزول الوزن
تكون ما هي وايد، لان في كثير منها عندها مضاعفات او سايد افكتس. خلينا نتكلم عن الاسباب التغذويه، شنو ممكن الواحد يكون قاعد يتبع حميه ومع هذا ما ينزل وزنه، ففي سبب بالاكل ان انت اول شيء ممكن الواحد، يمكن هم انت لاحظتيها، ممكن الواحد يكون قاعد يسوي حميه لكن لما يوقف على الميزان يشوف انه وزنه نفس الشيء، مع انه ملتزم بالرياضه وملتزم بالحميه، وهذا هني يكون نتيجه لتغير اللي هو تكوين الجسم نفسه. فممكن ان الواحد ينزل في الدهون لكن لانه قاعد يمارس رياضه فالعضلات تكون كبيره او تزيد الكتله العضليه، وبالتالي بالميزان يكون الوزن نفس الشيء. ايضا في اسباب خلينا نقول لها علاقه بالاختيارات البسيطه اللي احنا اللي هي موجوده عندنا على الطاوله، من الاشياء اللي انا قاعد اشوفها وايد اللي هي الاجبان. فلما يعني يا جماعه ما له داعي جبن بالسلطه، ما له داعي جبن في الشوربه، في ما له داعي كريمه في الشوربه. استهلاكنا للجبن جدا عالي، الجبن يعتبر يعني من الدهون المشبعه العاليه بالسعرات الحراريه. فالجبن احنا نقلله، ايضا الكريمه والزبده في الشوربات نحاول ان احنا نقللها. في امور الناس تقول ان هذه خفايف، والله هذا قرصه قيلي ولا بساكيت ان احنا اخذها الصبح، اخذ حبه حبتين، غالبا يسوونها من الزبده، فلا تتغافلون زبده وبيض هذه بالضبط. فتلاقين حتى هذه يمكن ما يعتبرونه ريوق، هو اختيار غير موفق بالنهايه. الكاتشب، الكاتشب يعتبر مصدر للسكر، فهو تلاقين محافظ على مثلا طالبين انه هو ياكل مثلا صدر دياي، ياكل صدر دياي بس يحط وايد كاتشب، زي الكاتشب مصدر سكر، فانت خربت على الاكل مالك. مع الاكل احسن ممكن صح انه ممكن هو يشرب قهوه ويحط مبيض او الكافي ميت، فالكافي ميت ايضا يعتبر اللي هو مصدر للدهون العاليه، فقهوتك ما عادت خاليه بالسعرات الحراريه. عندنا الحلويات اللي هذا الخطير هذا بالضبط، فنسبه الحلويات اللي هو تلاقينا انا ما ابي اخربط الحلويات جدا عاليه بمحتواها بالسعرات الحراريه ولو كانت الكميه بسيطه، فممكن تلاقين ان الخربطه تصير قليله ويقول لك انا ما قاعد اخربط وايد. صح ما قاعد تخربطون وايد، لكن الكميه الصغيره اللي قاعد تاكلها على متفر يعني على طول زاد على النسبه اللي اوريدي موجوده بالضبط على السعرات اللي انت قاعد تاخذها. العصاير، الناس تعتقد ان العصير الطبيعي هو جزء من النظام الغذائي الصحي، هذه المعلومه مغلوطه تماما، لان العصير بسرعه يزيد نسبه الانسولين ويزيد الجوع ويزيد من تخزين عصائر معينه صح. فهو العصائر بشكل عام انا ما انصحها وان كانت فريش. عندك هني اللي هو السكر الاسمر، ايضا الناس تعتقد ان السكر الاسمر هو أصلاً سكر الرجيم، لكن هو سعرات الحراريه نفس سعرات السكر الابيض زايد عليه سعره واحده. الاظرف الجاهزه اللي هو اظرف القهوه مع الكوفي ميت اللي مخلوط فيها سكر، اظرف الكرك، الناس هم ممكن تقول ان هذا مشروب، قد تكون السعرات الحراريه اللي انا قاعد اخذها من المشروبات وانا ماني حاسه ان انا ملتزمه في اكلي، لكن الاشياء اللي انا قاعد اشربها، السكر اللي قاعد احطه مع الشاي، مبيض القهوه، الاظرف اللي هي الجاهزه تعتبر فيها محتوى عالي من السكريات. عندك بطاطس مقلي طبعا، المقالي لازم كلها ستوب، ما ينصح يعني ما انصح ابدا يكون في اي نظام غذائي كله مشوي مقلي. فبالنهايه اي شيء مقلي لازم ينشال من الدايت بشكل اساسي. الحلويات الصغيره هني شباب مساء عبد الرضا قاعد يقول انه خلصوا الكاكاو، خذ عبد الرضا قطعه وراح يعني القطعه هذه الوحده خذ علي بالالف عافيه. القطعه هذه ممكن توصل 70 سعره حراريه، فانا لو خذيت ثنتين انا طقيت 140 سعره حراريه. طبعا اللي فيه كراميل داخل ولا اللي فيه مارشميلو تمشي ساعه يا دوب بتقط لك 270 يعني صعب تحرق السعرات الحراريه. عفوا زين، هذا هذيل الهيلثي بارز ورود، ممكن احنا ننغش في الاعلانات التجاريه او الخطط التسويقيه اللي احنا نشتري منتجات معينه، فهذه انت تشوفين انه هو جرانيولا والله وفي شويه فواكه مجففه ومسوينه مثلا الياف عاليه، الاشياء اللي هي تجذبنا لما نيجي نشتري منتج، لكن هو بالواقع لما بس انا اقلبه واقرا مكوناته واقرا الكميات او المحتوى الغذائي لها اشوف نسبه السكر فيها عاليه، بعضها قد يكون نسبة الدهون فيها عالية وسعراتها بالتالي تكون عالية، وأنا قاعد أختارها يوميا كسناك أو وجبة خفيفة اعتقادا أن هذا الطبق يعتبر هيلثي. أيضا اللي هي البساكيت الصغيرة اللي هو البقسم وغيره، وايد ناس خاصة الكبار المخرج يقول 30 ثانية يعني خلصنا احنا. فاللي هي بس أنا بوصل رسالتي أنه ممكن أنتم تلتزمون في الحمية الغذائية، لكن أمور صغيرة أنتم قاعد تسوونها قاعد تخرب عليكم وما قاعد تسمح لكم أن أنتم تنزلون وزنكم بشكل الابتعاد عن هالاشياء السلبيه او التغذيه السيئه هذه صحيح. ممكن تساعد في نزول الوزن. شكرا لك سميه ابراهيم اخصائيه التغذيه. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لختام حلقتنا اليوم من صباح الخير يا كويت، نتمنى لكم صباح مفعم بالحيويه والتفاؤل والايجابيه والعطاء والهمه والنشاط، وطبعا نتمنى لكم الاستمتاع ببقيه برامج تلفزيون دوله الكويت. لكم تحيات فريق عملنا، مخرجنا جابر الحربي وعبد المحسن اكيد العلوي والاستاذ محمد المصري، ومع السلامه.